السلام عليكم. المهم انا واحد السيده من سكوره قال لي مشكل مع واحد، مشيت معاه تقت فيه. المهم من بعد حملت منه، فاش قلت ليها شنو كاين شنو كاين، قال لي تحملي مسؤوليتك، هذاك ماشي ولدي، شوفي سيري قلبي شوفي شكون باه. وانا متاكده بلي الولد ولده ومبغاش يعترف بيه. المهم وانا كنعاني، انا كاريه بيت فوارزازات انا وولدي، و مهم ودارنا ما عارفين شو مبغيتهمش يعرفوا. انا دابا كنطلب من الناس غير يعاونوني باش نكبر هاد الوليد. 20 يوم هادي باش ولدت، ها ولدت عادي. لا الولد عندي ما نتخلاش عليه، ما نقدرش نتخلى عليه، ما نقدرش نتخلى عليه. كنت معاه من بعد فاش عرفت راسي حامله، قلت ليها شنو كاينه شنو كاين. شحال مده باش تيما تقت فيه؟ من بعد بقينا كنهضروا مده مورا داكشي صافي. مهم فاش فات في الشهر قلت عرفت راسي حامله، قلت ليها عاودي شنو كاين شنو كاين، الولد راه ولدك؟ قال لي لا ماشي ولدي، شوي سيري شوفي شكون با. برضه هي تقت فيه. من بعد داكشي كنت كنهضر معاه بزاف، من بعد عاد بلوكاني صافي. انا كنت خايفه ما عرفت شنو ندير، ودارنا ما عارفينش، ما عرفت شنو نقول ليهم. لا هو الولد ولده هو. نقول لي الا بغى يتحمل المسؤوليه راه مازال الحال، ما بغاش راه اما ندير القانون ولا راه اتحمل مسؤوليه ولدي. ولكن ما يجيش شي نهار يقول لي الولد راه ولدي، ولا يتنرم عليه الحال ولا شي حاجه. فاش يكبر الولد صافي، ديك الساعه واخا يجي راه ما زعما ما لقيتش الحل، فهمتي؟ ما لقيتش الحل، كنشوف دارنا صعاب، ما يمكنش يتقبلوا كاع هاد الفكره. داكشي علاش ما صارحتهمش، كون كانوا شي وحدين غيتقبلوا راه غنقولها لهم من الاول، راه غيوقفوا معايا، ولكن صعيبه. Thank you.